السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراق الأول عربيا والثالث عالميا بنسبة البطالة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، وبإمكانكم أيضا استخدام الرقم المخصص للواتساب من أجل إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. يعاني العراق بعد 2003 من ارتفاع سنوي بنسب البطالة، والتي قادته ليتصدر قائمة الدول العربية التي تملك أكبر عدد من العاطلين عن العمل، وثالث دولة على مستوى العالم بهذه النسبة بحسب موقع World of Statistics، إذ تقدر نسبة البطالة في العراق بأكثر من 15% استنادا إلى أرقام الشبكة. لكن وزارة التخطيط في العراق أكدت أن النسبة تجاوزت 16%، ويؤكد مراقبون للشأن العراقي أن العراق يفتقر إلى الكثير من المقومات الاقتصادية التي يمكنها إعانة الشعب العراقي، ويحتاج إلى عمل دؤوب من أجل الحد من تفشي البطالة بشكل أكبر وأوسع، خاصة إذا ما وضع بعين الاعتبار تزايد أعداد الخريجين سنويا مع قلة فرص العمل ووجود فائض عن الحاجة من الموظفين في دوائر الدولة، وهو ما يجعل شباب العراق أمام مستقبل مجهول. ولعل الأسئلة التي تطرح من الأوساط العراقية هي: لماذا تم محاربة الصناعة المحلية وإغلاق المصانع التي كان من دورها أن تقلل من جيوش العاطلين؟ وبماذا انشغلت حكومات ما بعد الاحتلال خلال فترات حكمها؟ وكيف يمكن معالجة هذه الأزمة الخطيرة في العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام يمكنكم المشاركة معنا من أجل الإجابة عليها. ودعونا الآن نشاهد ونستمع مشاهدينا إلى آراء مواطنين عراقيين. نزلنا إلى الشارع وجئناكم باستطلاع رأي لمواطنين عراقيين بشأن أزمة البطالة المستفحلة في العراق، لنستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. يا أخوي هسه قدامك، هسه هنا وتشوف البطالة هاي قاعدين كلها ماكو لا تعيينات لا رزق عليهم. طلع منا انا اشتغلت تك تك لزموهم، اشتغل هنا ولزموهم، هسه يشتغلون الناس تبيع مي بارد ودي لزموهم، احنا هنا بسطيه كل ساعه جايينه، شو نبيع؟ احنا ما نشوف هاي قدامك شو نبيع؟ يعني شو تقول؟ وين نروح احنا؟ وين نجي؟ لا تعيينات لا هاي. الحكومه اللي جت ورا 2003 انت شو تشوف ايش صار؟ شو تشوف ايش صار؟ الحكومه اللي جت 2003 صار تغيير؟ كل شيء لا صار تغيير لا هاي، لو باقيين على قبل احسن لنا، عملوا باقيين على قبل احسن لنا. صدام لو باقين عم احسن لنا، وراها وهاي جتي وراها جتي ومال سبايكر 2014 وطب داعش وجهاده وكل شيء ماكو، يوميه موازنه يوميه هاي وكل شيء ماكو، كل سنه كل 3 سنوات موازنه وكل شيء ماكو، قرروا هاي الموازنه على اساس تعيينات بها، وهاي الموازنه هسه جتك لا تعيينات ولا كل شيء، كل شيء ماكو، نوقفوا تعيينات 3 سنوات، 3 سنوات وقفوا التعيينات. لا يا اخوي غلط، قل لي شلون؟ هسه هم يردون بنجلاديش عشان يساوي يدقون علي، يردون يدقون علي شنو؟ حتى هذا لا عنده اهل لا عنده هاي، هنا بغداد بالعراق اصلا ما عنده لا اهل ولا هاي، يردون بنجلاديش يدقون علي. احنا هنا غير على باب والله نشتغل، نروح نشتغل يا اخ شنو؟ والله جبنا بنجلاديش، جبنا هذول، جبنا باكستان، جبنا هذول، احنا مو نريد نشتغل، احنا المن قاعدين لعد، المن شباب والمن قاعدين، صح ما عندنا مصدر رزق النا. نريد المكان ان نشتغل به، وظيفه نريد نشتغل بها ماكو، مكان رزق نريد نشتغل به ماكو، كله بنجلاديش وباكستانيين. احنا مال بلد غني، بلد غني بالنفط وغير النفط وكل شيء معروف ترى، احنا بلدنا كل شيء معروف، يعني تجي هسه تساله تقول العمال تجيب الذبه يقول لك 10000، على شنو 10000؟ من الصبح لليل تدق على 10000 دينار، من الصبح لليل تدق على 10000 دينار، ليش؟ على 10000 دينار تروح من الصبح لليل تشتغل على 10000 دينار، والله الباكستاني لا 7 ورقات 3 ورقات 5 ورقات يطو، واحنا هنا بنجلاديش ولاي يشغلوهم كله 5 ورقات 6 ورقات، تجي هنا تقول له يشتغل وياك يقول لك 10000 15000. احنا من مصدر العماله في باب الشرج في ساحه الطيران. هي ترتفع هنا البطاله بالعراق لعده اسباب. السبب الرئيسي الاول هو يعني مجيء عماله من خارج القطر، مثل كل المصريين والبنغلاديش والسوريين واللبنانيين، يعني كافة الدول الجوار قاعد تشتغل هنا عندنا بالعراق. زين يا حب، اذا هاي تجي هاي العالم هنا في هذا البلد، احنا بلد احنا عندنا يمكن حوالي ستة الى سبعة مليون عاطل بالعراق، وانت تجي تستورد
عمالة هنا داخل القطر طبعا يصير بطالة. في البطالة أول السبب الرئيسي، السبب الرئيسي السبب الثاني قلت لك هاي، السبب الأول هو العمالة، والسبب الثاني عدم إقرار الموازنة. يعني ذاك اليوم اللي قروها، لأن الموازنة إذا تنقر أكو مشاريع تنفتح، المشاريع مثلا تنفتح سلف تشغيلية، تنفتح سلف إلى المقاولين يطونا في سبيل الشغل تشتغل به العمالة. فهسه احنا ما عندنا هنا في الشيء اللي يقضي على البطالة. عندك المعامل كلها مغلقة، عندك الشركات كلها مغلقة، هسه كم معمل عندك انت بالعراق مغلق؟ يعني كل معمل يشيل له 1000 او 500 عامل هم يقضي على البطالة. هنا من اجت الحكومة ما عرفت تسوي في الصيغة للقضاء على البطالة، يعني كل ما يجي يوم عن يوم اليوم أسوأ من الباكر. فلهذا السبب كثرة العطالة والبطالة في هذا البلد. ماكو حكومة جت من 2003 لحد الآن يعني انتبهت على المواطن وسوت مشاريع للبلد، ماكو. طامة الكبرى عندنا جفاف، مي ماكو. هذا ما راح يسوي هجرة من الأهوار، من المدن الريفية، راح تهاجر المدينة، راح يجف. هم جتك عمالة من داخل القطر، داخل المحافظات، صار بطالة. هاي بغداد عليها زخم كبير. هو سوى من حقه يطلب اجور عاليه، اي بس لكن دخل يعطونا اجورنا قبل ما نطلب اجور عاليه. هسه مثلا اني كمثل مهنتي صباغ، اطب عليه ب 400، يجي عامل مصري يطلبه 200، زين هذا ابو البيت يقول لك انا اطيل لابو ال 200 لابو ال 400، طبعا يطيل لابو ال 200 لان يقول لك هذا نفس الصبغ، هذا صبغ وذاك صبغ. هذا ال 200 اتصرف له عده ببلده، بس احنا ال 200 ما صرفنا، ورانا سحب، ورانا كارت، ورانا ملابس طلاب، ورانا معيشه، ورانا مسواك، ورانا ريوق، ورانا عشاء غدا. فلهذا سبب ما تكفى علينا ال 200، يعني 200 الف متعبر من القناه. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى بعض من المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي بشأن العمالة في العراق وبشأن العمل في العراق. ويرى بعض العراقيين بأن إدخال العمالة الأجنبية واستقطابها إلى العراق بهذا الكم الكبير وهذه الأعداد الضخمة التي وصلت بحسب المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي إلى أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي يعملون في العراق، 62 ألف واحد منهم فقط يعملون بشكل رسمي، ولكم التخيل بكم العدد الكبير من العاملين الأجانب الذين يعملون بشكل غير رسمي في العراق ويزاحمون المواطن العراقي على فرص العمل الموجودة. هناك طبعا شكاوى مثل ما استمعتوا وانتقاد للدور الحكومي الضعيف في معالجة هذه الأزمة التي تثقل أيضا من كاهل المواطن وترفع من مستوى العاطلين أو من أعداد العاطلين عن العمل في العراق. طيب نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، إحنا نعرف أنه بعد الاحتلال الأمريكي والغزو على العراق، يعني كل اللي صار عندنا بالضربات الجوية اللي ضربت يعني المواقع اللي عندنا من معامل، من مصانع، من بنى تحتية، كل هذا اللي صار، وبعد تنصب الحكومة وفتوات المرجعية اللي راح معظم الشعب العراقي من سبب هاي المراجع اللي عندنا بالعراق، وراحت انه على ضمن الشك الحكومة وخلت هاي الشعب العراقي بسبب هاي الفتاوى بسبب المراجع انه تحمل الشعب العراقي المأساة والمصايب من اجل ان يكون الحكومات تبعية ولاها ليرال وليس ولاها للعراق. نشوف يعني الشعب انه ما لازم المفروض من تتنصب الحكومه هناك ان يكون يعني ترجع المعامل، ترجع الصناعه، تكون بنى تحتيه باشراف يعني كوادر عراقيين، باشراف ناس مهنيين، باشراف انه ناس مهندسين يعتمدون كيف يرجعون ما دمره الاحتلال. سيد ابو عمر، سيد ابو عمر، يعني المشكله سيد ابو عمر، المشكله في العراق ليست فقط بالمصانع التي استهدفها الاحتلال بقصفه او بغاراته، لكن هناك مصانع تم تعطيلها، تم ايقافها عن العمل في العراق موجوده بعد 2003. قبل 2003 كانت المصانع العراقيه تساهم باكثر من 23%
من الناتج القومي المحلي. اليوم وبعد 2003 والمليارات اللي دخلت ويعني استقرار الوضع بالعراق، أقصد من ناحية شنو عدم دخوله في حروب، يعني الآن دول العالم كلها تدعم هذه الحكومات الموجودة ودعمتها وتحافظ على بقائها واستقرارها. إذا نحن نقول إنه الوضع جاهز لأنه يكون هناك إعمار ويكون هناك تطوير. اليوم المصانع في العراق تساهم بواحد أو أقل من 1% فقط من الناتج القومي المحلي، انخفضت بنسبة ما لا تقل عن 22% قبل 2003. ليش؟ فلوس أكو وأيدي عاملة أكو ودعم دولي لهذه الحكومات موجود. شنو اللي منع من تطوير قطاع الصناعة المحلية وتوفير وظائف أو فرص عمل لهذا العدد الكبير من العراقيين؟ أستاذ محمد، لأنه إحنا نعرف زعماء الميليشيات والقادة اللي كانوا هاربين قبل 2003 خارج البلد، يعني كان الشعب العراقي ضد هاي الأحزاب وضد إيران وضد كل من حكموا العراق، يعني نقدر نقول من 2003 ولحد الآن هم جو يعني من أجل إهانة الشعب المواطن، من أجل أذلة الشعب العراقي. يعني نشوف يعني كثير عندنا سووا يعني داعش من دخلوه وجود المالكي من صار رئيس وزراء من 2014 واستلم الولاية، ولاية ثانية نعرف بأنه داعش هم جابته أمريكا وتربى بحضان إيران وإيران دربته ودخلت، هاي كلها مؤامرة على الشعب العراقي وتدميره بهاي الطريقة وبطريقة أخرى. يعني نجد نشوف كثير من الشعب العراقي كثير من عندهم اعتقلوهم بلاي سبب، والمخبر السري اللي عندنا اللي كان موجود، وكثير عندنا بالسجناء، وكثير عندنا ناس طلعت مظاهرات بتشرين وكثير كتب من عندهم، وهسه ولحد الآن الشعب يعني متواصل من الطلاب والمخرجين كل هذول اللي قاعدين يطالبون وظائف وخريج واللي قاعدين انه تثبيت العقود اللي قاعد تصير عندنا صار طيب. أكثر من 5 سنين و10 سنين نعم. وتثبيتهم على الملاك، هذا يعني بأنه هاي الحكومة وكل الحكومات ما تريد انه الشعب العراقي يتطور، ما تريد انه. شكرا أبو عمر، أنا أشكرك، وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الإمام علي عليه السلام يقول عظة الجوع كافرة. نعم. وإلى قول آخر يقول لولا مخافة الله لقلت بأن الفقر هو الكفر الأكبر. أي ضغط يولد انفجار، هاي نتيجة طبيعية. نعم. وهاي حتى الجرائم اللي صارت قتل وانتحارات وبيع مخدرات وغيرها من الأشياء واللي باعوا أطفالهم وصلوا هذا. نعم. هذا ما كان موجود حتى في زمن النظام السابق. فعرف هذا الإنسان بعد شي يسوي، اللي يبيع ابنه ويبيع بنته ويبيعوا الأطفال يعني وانتحار وغيرها بسبب الجوع والفاقة والبطالة. نعم. وقريت في لقاء سابق أنه المعادلة غير صحيحة أساساً، ماكو بلد نفطي بالعالم شعبه يقدي، شعبه فقير، شهل، إنما الأحزاب الموجودة وبأجندات خارجية ترغمهم على إفقار هذا الشعب. نعم. حتى الزلة. زين الآن الشعب العراقي مي ماكو، كهرباء ماكو، عمل ماكو، وميزانيات انفجارية، وين تروح هاي المليارات؟ نعم. يعني ذاك اليوم يجيك مسؤول إيراني أخذ حصته من الموازنة وطلع قباله، وحصة الأحزاب هاي اثنين، وحصة كردستان، وبقوا العرب السنة والعرب الشيعة كل شيء ما محصلين. أبو زينب، أبو زينب ليش 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 تم استهداف سيد أبو زينب إذا تسمعني، لماذا تم استهداف لماذا تم استهداف المصانع والمعامل العراقية؟ هاي اللي هي يقدر عددها المغلقة الآن، يقدر عددها بأكثر من 64 ألف مصنع ومعمل عراقي وطني. ذني ليش تم إغلاقهن اللي كان بإمكانها أنه تساهم بخفض نسبة البطالة بشكل كبير جدا؟ عمي طبعا يردون يدلوك دولة جايك، الأحزاب كلهم عملاء لدول المنطقة، الدول الإقليمية سواء تركيا، إيران، دول الخليج الصهيوني غيرها. هذولا ما يريدوك ترفع راسك بأي مجال، يعني الثاني بغض النظر عن من حكم سابقا ويحكم الآن، بغض النظر عن الأيديولوجية الحزبية اللي امتلكها. سنة 89 أطلقنا إلى الفضاء صاروخ قبل اليابان، والصور العراق وين بالنسبة لليابان تطوره،
وسوى طائرة الاستطلاع العميق عدنان واحد قبل اليابان. وين هسه احنا؟ وين معمل هاي مصانع الصناعات الكهربائية بديالة؟ معامل السكر بالموصل وبميسان، تكرير النفط، مصانع السيارات بالإسكندرية، الأدوية في سامراء، وينها؟ ومصانع الحرير بالحلة والصناعات الصوفية بالناصرية، صناعات غيرها والمعامل الورق بالبصرة وغيرها وغيرها وغيرها، والخام والمواد ومصانع الزجاج والفوسفات الموجودة بالرمادي، أي واحد يتعيش العراق. صحيح. زين؟ القوم صدر، ومعنا العراق كان يصدر شان حتى يعطي إهداء للدول الفقيرة العربية والأفريقية. جد ما عندنا فائض بالإنتاج. طيب أنا إحنا ممكن شعري جدي. أشكرك السيد أبو زينب من النجف للمشاركة. نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. أحمد من ألمانيا. سيد أحمد غير جاهز معنا، يبدو أن السيد أحمد غير جاهز. طيب مشاهدينا الكرام، طبعا النائب كاظم الفياض يقول بأن هناك أسباب سياسية داخلية وخارجية تحول دون عودة المصانع والمعامل العراقية إلى العمل في ظل الرغبة بجعل العراق بلدا مستهلكا غير منتج يعتمد على الاستيراد. هذا كلام نائب برلماني. طيب يعني وهذا الكلام يتزامن أيضا مع تأكيدات من الطرفين الإيراني والعراقي بأن حجم التبادل التجاري ما بين إيران والعراق يقدر ب 20 مليار دولار، ويسعون إلى رفع هذه الأرقام إلى 30 مليار دولار. ما الذي يبيعه العراق؟ لا شيء، العراق بلد مستهلك. العراق يستورد من إيران، يستورد بما يعادل 20 مليار دولار. مشاهدينا، أن هؤلاء الذين يحكمون العراق بعد 2003، الذين صدعوا رؤوس العراقيين بالنهضة العمرانية وبالعراق الجديد الذي سيكون عراقاً فيه الحياة الكريمة، فيه الرفاهية للشعب العراقي للمواطن، الذي سيكون من الاقتصادات القوية ضمن المنطقة، أين هذه الوعود؟ لماذا لم تطبق؟ كم حكومة مرت على العراق بعد 2003؟ كم رئيس وزراء وعد بتطوير نظام العمل والنظام الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي في العراق وقطاع المصانع والمعامل العراقية ودعم المنتج المحلي؟ كلهم وعدوا على شاشات التلفاز، لكن أين التنفيذ؟ لماذا الآن بعد 20 عاما نرى مستويات البطالة بارتفاع مستمر، ولا نزال نرى المعامل العراقية مغلقة، ولا نزال نرى بأن العراق يفتح أبوابا جديدة للاستيراد ويعقد تحالفات واتفاقيات مع دول أخرى من أجل شراء المنتجات الغذائية وقطاع الغيار والبضائع بشكل عام في كل المجالات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطن؟ نستمع إلى السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. سيد أحمد من أخي ألمانيا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتكم كلش مو واضح، ما أعرف تسمعوني ولا لا؟ أنا أسمعك واضح، تسمعني الآن؟ ممتاز جدا. تفضل. ممتاز جدا أخي الكريم. البطالة حقيقة أكو ثلاث أمور تستند عليها البطالة، وهي أولا عدم توفر البيئة الآمنة للاستثمار، رأس المال دائما جبان. الشيء الآخر هو حتى إذا كان هناك من يحاول أن يجازف بالاستثمار وفتح مجالات وفرص عمل للشباب، فيوجد هناك الأتاوات التي تفرضها الميليشيات والسلاح الغير منضبط في العراق. الشيء الثالث مع الأسف أنا أقول هو بحرقة، أنه شبابنا العراق وأنا واحد منهم من كنت شاب، أنه كثير من الأمور نحاول أنه ما نطرقها. نريد يعني خسرنا من مجتمع الدوت كوم، نريد كل شيء أعلى مستوى وافضل شيء اخر موديل. والان يعني هذا الكلام يعني مو من حق المواطن العراقي، انه هو خاصه يعيش في بلد غني. لما اجي اقارن نفسي بدول الخليج اللي قد يكون اقتصادي والثروات الطبيعيه اللي يملكها اعلى بكثير من بعض دول الخليج، اشعر بحق انه اني اكون ليش ما اصير مثلهم، او ليش ما امتلك مثل اللي يمتلكوه. هذا حق مشروع للمواطن العراقي. أخي الحقيقة كل شيء ما سمعت منك لأن صوتك توتال ما يجيني. سيد أحمد بس لحظة لو سمحت، حتى أخذ وانطي ويا حضرتك. تسمعني الآن بشكل واضح؟ أخي ما أسمعك. لا والله ما أسمعك. طيب سنعاود الاتصال بك بعد ترتيب الاتصال. الله يبارك. شكرا جزيلا سيد أحمد. نعاود الاتصال بك بعد قليل، لأنه ضروري أنه نتناقش مع متصلينا. مشاهدينا الكرام،
نعم مشاهدينا، يعني ضروري أنه يطرح السؤال اللي طرحته على السيد أحمد من ألمانيا، أنه ألا يعتبر مطالبة المواطن العراقي براتب عالي بحياة كريمة مثل دول محيطة بنا هو حق مشروع لهذا المواطن الذي يعيش في بلد غني؟ نستمع إلى رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، أريد أصلح الأخوة أبو زينب من النجف. تفضل. من يقول العرب السنة والعرب الشيعة. احنا هاي المفروض نشيلها بيناتنا، ماكو عرب سنة وعرب عرب شيعة. نعم. احنا نقول كلتنا عراقيين، ولد العراق. كلتنا صحيح. ولد الإسلام، نقتدي بسيدنا الرسول. نعم. يعني احنا من عندور على 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 شيء على رزق. يا عمي انت من يقول لك بطاله ليش بطاله موجوده وليش تجريف اراضي مال مزارعين ومال فلح ومال وتجي ناس يقول لك استثمار. الاستثمار هو منه؟ لو الحلبوسي لو غير الحلبوسي، هذا الاستثمار. منو الاستثمار؟ نعم. اخو عايز يستثمر هو نفس الفلاح، عايزون ياخذون قاعه ويقول لك والله هاي امر مال دوله، زين امر دوله، يا هذا امر دوله، زين امر الدوله يمشي على الفقير، والفقير القانون ما ينصفه، وين صار هاي؟ اي قانون؟ نعم. اي دوله واي شرع اي عرب؟ ابو عبد الله بعد 2003 بالوقت اللي دخل الى العراق الاموال الطائله نتيجه بيع النفط، اللي انفكت القيود عن العراق، بماذا انشغلت حكومات ما بعد 2003 لدرجه انه اليوم احنا عندنا مصانع مغلقه وبطاله مرتفعه وجيوش قادمه من العاطلين عن العمل مستقبليه بسبب الخريجين وغيرهم وقله التعيينات الان؟ حتى الدوائر الحكوميه أصبح لدى العراق فائض كبير وترهل كبير في دوائر الدولة الحكومية بسبب عدد الموظفين المرتفع. بشنو كانوا مشغولين طيلة 20 سنة؟ طيلة 20 سنة مشغولين بالبوق، من تجي طبعا الموظف بأي دائرة كانت، أي دائرة خدمية أو غير خدمية، كلها بوق. تجي الموظف قاعد ماكو، أكو هاي مال خدمة التوصيل صارت، ماكو مال ريوق هالسوالف. انترنت عنده، من تيجي تحكي وياه كأنك بالموبايل، من تيجي تحكي وياه كأنما هو وزير ماكو، تحكي وياه من تحكي وياه انت تطلع عائل. قالوا يا يشهدون ضدك بان انت تجاوزت عليه، وانت ما متجاوز عليه، انت عالطالب بحقك. نعم. انا بس عندي نقطه، عندي سؤال، وهذا السؤال طبعا طرحناه سابقا ونكرره في هذه المناسبات لما نطرح هذه المواضيع. هادي العامري قبل الانتخابات الاخيره طلع على المنصة يقول أعداء الحسين منعونا من البناء. احنا نسأل انه لما يكون العالم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران، كل دول العالم بلا استثناء والدول العربية والمحيطة بنا تدعم لغاية الآن بقاء ووجود هذه الأحزاب وهذه الحكومات، هي اللي تحافظ على بقائها، وهي اللي غطت على القمع اللي صار على الثورات ضد هذه الأنظمة اللي جاءت بعد 2003. من اللي حاربهم ومنعهم ان هم يفتتحون المصانع، يشغلون الشباب، يوفرون فرص عمل للناس؟ من اللي حاربهم؟ حاربهم من هو؟ حاربهم ابو العراق. زين انت تقول اعداء الحسين، من هم اعداء الحسين؟ مخوروس اعداء الحسين، هاي الاحزاب جتنا باسم الدين، هم هذول اعداء الحسين. عمي الحسين بريء من عندهم، من هالوجوه القذرة. سيدنا الحسين هذول كلهم ما يجون قندرة سيدنا الحسين. يا عمي خلي عفونا الدين، عمي خلي عفونا الدين، ليحشون باسم الدين. هي على هاي الهوسة تطلع، ماكو تطلع بالتلفزيون باسم الدين باقون الحرامية، هاي باسم الدين. الدين بريء من عندهم يا أخي. يجي يقول لك أنا علامة وأني أني مفتي. مفتي مال شنو أنت؟ أنت وين تخرجت؟ وين تخرجت بالأزهر؟ والله طلع مني منين ولف عمامه، مع احتراماتي للعمامه الصحيحه، مع احتراماتي للعلماء الصحيحين، لف عمامه وقام ينطفته بكيفه. يا عمي ماكو شيء. طيب ماكو شيء. سيد ابو عبد الله، نعم انا اشكر حضرتك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، طبعا وزاره التخطيط قالت بانه نسبه البطاله في البلاد اكثر مما اظهره تقرير موقع World of Statistics المعني بالاحصاءات الاقتصاديه الدوليه. المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي يقول بأنه آخر إحصائية للبطالة في العراق كانت نسبتها 16.5% في عام 2022، وبيّن أن نسبة البطالة ارتفعت
عما سجل في عام 2018 نتيجة أسباب عديدة مرتبطة بالوضع الاقتصادي، أسعار النفط، توقف المشاريع في عامي 2020 و2021 بسبب الظروف الصعبة اللي كان يمر بها العراق. يعني وطبعا أكو كلام أيضا موجود الآن في الأوساط الحكومية بأنه هناك مساعي من قبل وزارة الصناعة ومن قبل الحكومة بشكل عام لإغلاق أو هدم مصانع عراقية أخرى موجودة يقال بأنها قديمة ولا تستطيع الحكومة تحديثها. طيب لماذا لم يتم إنشاء مصانع حديثة؟ لماذا لم يتم إعادة تعمير المصانع التي كان فيها أمل أنه تتعمر وتتحدث؟ يعني ما السياسة التي تستخدمها أو ما الاستراتيجية التي تتبعها حكومة بغداد؟ طبعا لما نقول حكومة بغداد كل الحكومات اللي جت بعد 2003 في التعامل مع ملف المصانع العراقية وفي التعامل مع ملف العمل بشكل عام في العراق. طيب مثل ما قلنا لحضراتكم مشاهدينا أنه نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن مشكلة البطالة في العراق، هذه الأزمة الكبيرة، وما رأيهم بالخطوات الحكومية تجاه معالجة هذه الأزمة، وبرأيهم أيضا ما هي الأسباب التي قادت إلى ارتفاع نسب البطالة في العراق بشكل كبير جدا ليتصدر الدول العربية ويكون ثالث دولة في العالم بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا بمستوى البطالة. دعونا نستمع إلى آراء مواطنين ثم نعود. شغل ماكو يا أخي، يعني شنو نجدب الشارع لو نسلم نجري درده رعاية رعاية رعاية، يعني هاي الرعاية 100,000 نعمة من الله. من جون هذول حشاك الطربقة والشغلات هذول كلهم قفاصة من عمار الحكيم وغيره وغيره وغيره. أنا ما أرد أحكي، أنا معكم 15 سياسي حتى ولا طون ادري، والله كذابين كذابين. اعطيني 5,000 هسه حق نسك الشارع، اعطيني هسه منه اعطيك منك اللي غلط، اعطيني 5,000 هسه نسك الشارع من الطول الطول. ماكو عم يقول لك كذب كذب يا هسه مو قاعد، هذا قاعد كل العالم قاعد، ماكو شغل ماكو عمي. هو حقي 25 30 اكله شربه فندقه، يعني والله قليله 30 قليله، بس المسألة ماكو شغل ماكو. والله من وراء هذول المصريين والسوريين وهذول اللي يجون بالشو اسمه، من وراء هذول عندك كلهم هم هذول يشتغلون والعراقيين قاعدين زين. لا لا يعني الوضع حيل تعبان بالعراق طبيعي. اذا المعامل يفتحوها يعني كل معمل اذا يريد يشغله فتح 100 200 500 العراقي يشتغل، المعامل هم كلهم قاعديها، هذا اللي يستوردونه ما يستوردونه من الدول، هاي كلها تأثر على العراق. والله هم هاي الدولة يعني شو تسوي لي، هاي الدولة أصلا ما تباوع على الفقير، الفقير إلا الله. يعني الفقير هسه شوفه أنت بذاك الوقت، أنا واحد من الناس كنت أبيع جرايد أبيع كل شيء بذاك الوقت، المعامل مفتحة يعني ماكو استوراد، هسه ما حد يباوع على الفقير، الفقير إلا الله. يعني هسه طب شوف كل تقاطع تلقى له 150 واحد 30 واحد، شنو هذول؟ يعني احنا لو نرجع لورا هم احسن لنا. يعني هاي هسه ما ينتبهون على عالم الفقره، يعني هسه يعني سووا شنو هسه توقف للتقاطع تلقى كلها تبيع مي مي مي، هسه عيشه العراق هو لو مي ها لو متسول هاي حياته. يعني هو هسه انت 50,000 ما تكفي له شاب 50,000 ما تكفي له زين، لو لا شغل ماكو وين يروح شاب، وين يروح؟ يعني هسه هاي العالم خطيه الشباب كل هاي المحافظات هسه طب هاي البتاوين باب الشرجي ها تلقى شباب من الناصريه من العماره من البصره من كل المحافظات كلها خطيه هنا نايمه بالفنادق. طب الفنادق شوف هسه طب الفنادق شوف السوريين شوف هذول الدول ما ادري دول ما اعرفها منين زين شلون طبوا ما اعرف زين، لو لا منو اللي يد بيها غير هي الدوله، اني انت غيره الفقير الى الله. طب هسه خلي يطبون هاي المتسولين هاي الفنادق، طب انت ليش متعب نفسك تفتر بالشوارع؟ طب للفنادق طب للفنادق وشوف. والله ان عم الناس تعبانه حيل لا شغل بطاله، يعني جاي غير عمال جاي يجون يشتغلون غير باص ثاني اجنبيين ما ادري شنو، يعني حال الشغله تعبانه فدنو، يعني حتى عمل ما عندنا قاعدين فدنو، يعني هاي يعني صار لنا هواي فتره يعني الناس هاي شنو ذنبها، يعني اللي يشتغل بعربانه لا يخلوه، اللي يشتغل حمال لا يخلوه،
اللي عنده فد شغله يعني حال الشغله كثيفه فدنوب، ونريد يعني من الحكومه شويه تدير بالها على الفقير. يعني هسه انا رحت على معامله كفيلك الله يعني ما عندي ولا دينار، شنو ذنبي؟ يعني 5000 جيت هسه لبيته هنا وجيت، وهاي عود متاني من عود اروح لاهل الجسر دياله. يعني شغله حيل كثيفه فدنوب، ما تهتم بالمواطن، المواطن يشتغل، ايش يريد يشتغل خليه يشتغل، بس شنو ما يخلونه يعني براحته؟ يعني ابو العربانه يوخرونه، المتجاوز يطلعونه، يعني ماكو شغله بيها حظ يعني المواطن يرتاح. يعني ها قضيناها تعب بتعب نركب، انا اشتغل عامل، عامل يعني لا تقول عندي راتب رعايه، لا تقول عندي فد شيء، رجال عامل اشتغل. يعني يوم اكو يوم ماكو، الا ماكو اضل، وسبع بنات عندي. زين وثلاث ولد وعندك الحساب، اللي ما عنده يعني راتب وهاي منين يوكلهم؟ اشتغل اوكلهم، ما اشتغل ما اوكلهم، هاي ضل. والله هي هاي المخلفات، مخلفات الدوله، مخلفات اللي ما توفروا فرص عمل المجتمع مالنا، يعني ابسط اشياء يجيبوا لك هذا المصري يدخل، البنغلاديش. هاي تخلل يعني تكسر البطاله عندنا. اذا هو المواطن العراقي اذا ما اليوم يستفاد ويستثمر من البلد ماله ويجيبونا من الخارج عمال وشركات اجنبيه، يعني الاونه الاخيره نسبه المصريين هواي دخلوا عندنا، زين عندك البنغلاديش هواي، يعني هواي هواي هاي تقلل من فرص العمل مالتنا هذه. واحنا جاي نلاحظ هنا بساعه الطيران، مو بس ساعه الطيران، كل المصادر الطبقه العامله تشوف العمل قليل، شوف العمل قليل. اشوف انت الطماطم البصل هاي كلها استيراد من ايران من شو اسمه. هاي عندنا زراعتنا قليله، عندنا زراعه قليله وصناعه قليله، ما عندنا، ما موجوده عندنا هسه. هذه تاثر على البلد، المصالح خاصه يحط بجيبه ما يفكر بالشعب هذا. اليوم اللي الوطني وخايف على بلده اليوم يخدم الشعب ماله، لكن الشعب هو ناسي حاطه بظهره، هو بس يجيب المالات يحطها بجيبه هنا، ما يفكر بالشعب ابدا. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى آراء أخرى من مواطنين عراقيين، وحقيقة وقفوا عند نقاط مهمة للغاية وتوسعوا بالفكرة بطرحهم. لما ذكر أحد الأشخاص أنه هناك أزمة في المياه موجودة في العراق اللي تقود، أزمة الجفاف طبعا، نقص المياه اللي تقود إلى تصحر أراضي الزراعية وزحف أهالي أو المواطنين العراقيين اللي يعيشون في القرى والأرياف أو في المناطق الزراعية، زحفهم نحو المدينة من أجل البحث عن فرصة عمل، وهذا الموضوع يرفع من نسبة البطالة ويفاقم من الأزمة على المواطن العراقي. يعني مشكلة مرتبطة بمشكلة. إهمال هذه الحكومات اللي جت بعد 2003 لملف المياه يفاقم أيضا من مشكلة وأزمة البطالة الموجودة في العراق، ويرفع من أعداد العاطلين عن العمل. وجود عمالة أجنبية بأعداد تقدر بأكثر من 1,000,000 عامل أجنبي موجود في العراق بحسب وزارة العمل، هذه كارثة حقيقة في بلد فيه أكثر من 16% من القادرين عن العمل بلا عمل. نستمع إلى رأي السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الكريمة. طبعا هذا الملف مهم جدا، هي احنا نعرف الناس اللي عاطلين عن العمل والناس الخريجين والناس اللي أهلهم تعبهم عليهم في سبيل يأخذون الشهادات الكليات والماجستير الشهادات العليا والدكتوراه، الآن عاطلين عن العمل. السوداني بعد 8 أشهر من تشكيل حكومته وعد الشباب ووعد ثورة تشرين بأنه يوفر درجات وظيفية للناس العاطلة عن العمل ودعم الشباب في سبيل. احنا عندنا طاقة بشرية وموارد بشرية المفروض تستفاد من الدولة اذا كانوا جادين في بناء الدولة، لكن هم ما عندهم مشاريع ولا عندهم تعزيز للبنية التحتية الموجودة عندنا. يعني طيب سؤال سيد صباح، سؤال لو سمحت، هل الخطوة اللي اتخذها محمد الشياع السوداني وحكومته بشكل عام بتعيين اكثر من 1,000,000 مواطن عراقي في دوائر الدولة، هل هذه خطوة صحيحة في الوقت اللي يصنف العراق من بين أكثر الدول احتواء على موظفين حكوميين، وهناك ترهل في دوائر الدولة وفائض عن الحاجة بالنسبة للموظفين، هل كانت خطوة صحيحة أنه يعين 1,000,000 شخص أو أكثر؟ استاذ محمد هاي خطوة خاطئة. ليش؟ لأن هي مو مجرد تعيين درجات وظيفية يعين الناس وخلاص، اللي تعينهم المفروض يكونون مصانع ومزارع
أو مشاريع حقيقية يستفاد منها المواطن العراقي، أو وزارات خدمية جاي تخدم المواطن العراقي في سبيل هاي المليون درجة من يعينهم يستفاد منهم من دوائرهم وتكون الدوائر ناتجة للمواطن العراقي. إذا الدوائر كلها عاطلة عن العمل ووزارة الزراعة عاطلة عن عمل، الصناعة أيضا ما عندنا أي مصنع ينتج أي إنتاج محلي، كله مستورد ومن جارة السوق إيران. إذا احنا ايش قد ما يعين في سبيل إرضاء طبقة معينة أو فئة معينة، لكن هم ما عندهم عمل، يعني ماكو مصانع يعملون بيها أو منشآت حيوية أو أي شيء. يعني إذا التعيين مو شرط بس إن يتعين الشاب، المفروض يوفر له بيئة يعمل بيها. طبعا هناك مشكلة أخرى هي ديمومة الراتب. يعني العراق اليوم يعتمد بنسبة لا تقل عن 98% على النفط كمورد وحيد وأساسي لتغذية الخزينة ولدفع الرواتب والمستحقات اللي توصل بها الرواتب من قيمة الموازنة السنوية. أكثر من 70% من أموال الموازنة تذهب رواتب. طيب في حال لو انخفض سعر برميل النفط حتصير أكو كارثة موجودة جديدة بوجود احتمال تسريح، حيصير أكو تسريح للموظفين وهذا الموضوع حيرفع من مستوى العاطلين. هاي الحكومة الموجودة سيد صباح بأي عقلية دا تشتغل؟ شلون دا تفكر في إدارة هذه الدولة؟ أستاذ محمد، رئيس الوزراء السوداني ما عنده أي مستشارين حقيقيين من اقتصاديين يعطوه المشورة الحقيقية. لأن احنا حاليا مثل ما تفضلت عن نفط عايشين، لكن مثل واردات تجينا من كل الوزارات صفر. احنا عندنا مجرد نبيع نفط أسود وتيجي رواتب ويسرقون الباقي. أما واردات حقيقية أو مشاريع مستقبلية يفكرون بيها، إذا مثل ما تفضلت أن نزل نسبة برميل النفط إيش راح تسوي الدولة؟ ما عندها أي خيارات. والدليل أن المنافذ الحدودية الواردات اللي تيجي منها بالمليارات الدولارات ضرائب، المفروض هاي وين؟ ما حد يعرفها. وشفنا احنا صفقة القرن 12 مليار دولار النتيجة مالتها والتحقيق مالتها مبهم. واكو في شيء ثاني، هي الشباب اللي جاي تهاجر خارج العراق الى اوروبا والى غير دول في سبيل. طبعا بس يعني ملاحظه فقط على موضوع صفقه القرن، هذه تسميه المهزله حقيقه على مليارين ونص دولار. نعم، وخروج السوداني بتصوير متلفز ويخلي اموال نور زهير تم الافراج عن ممتلكاته من الحجز اللي مرفوع عليه من الدوله، تم رفع الحجز والقيود عن ممتلكاته ورجعت له مثل الورد. هاي صفقة القرن المسرحية اللي يسموها صفقة القرن، اللي هي مليارين ونص. كل العراقيين يعلمون ان زهير وراء حشد وراء ميليشيات ما حد يقدر يندق به، والدليل ان القضاء العراقي وقف عاجز امام هذا الملف الكبير ان يحاسب الفاسدين. لان وراء ناس قيادات بالكتل وبرلمانيين وحشد، قادة حشد، فهو هددهم قال اذا ضغطوا علي يعني راح اجيب اسماء. وشفنا احنا الملف شلون سواه السوداني. طيب سؤال سريع سيد صباح، اليوم احنا سمعنا بالاراء او من المواطنين العراقيين اللي ظهروا بالمقاطع اكو انتقاد كبير لموضوع وجود عماله اجنبيه بالعراق، ويتكلمون ويقولون بانه هذه العماله تزاحم المواطن العراقي على رزقه وتزاحمه بفرص العمل المحدوده الموجوده. طيب يعني السؤال هو انه كيف سمح أو كيف سمحت هذه الدولة بدخول أكثر من مليون عامل أجنبي إلى أرض العراق؟ 62 ألف واحد منهم فقط هم اللي يمتلكون تصريح رسمي للعمل، وباقي العدد الكبير هذا هم يعملون بشكل غير رسمي. كيف سمحت الدولة اللي بيها أزمة اقتصادية وتعاني من مشكلة بطالة أنه يدخل إلى العراق أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون بشكل غير رسمي؟ أستاذ محمد، هذا الملف مسؤول عليه وزير الداخلية، بما أن مديرية الجنسية والسفر هو مسؤول عنها وهو اللي ماسك ملف وزارة الداخلية. المفروض هذول الناس اللي ما عندهم إقامات رسمية أو حتى إذونات عمل في داخل العراق المفروض يرحلهم في سبيل احنا يصير عندنا احتياج لليد العامله العراقيين. الناس اللي قاعدين، يعني يريد اكو شباب عراقيين يريدون يعملون بالبلديات
منظفين وغيره ما جاي يحصلها. شوف اجانب وغيره جاي يشتغلون بالنجف وبكربلة وبصرة وشركات نفط اجنبية، والشاب العراقي يظاهر ويطالب بوطن وبوظيفة ما حد يعبر عنه، ما حد يعبره. فالموضوع هذا ايضا ملف فساد. منو مستفاد من عنده؟ مستفاد من عند المكاتب الاقتصادية اللي تابعة لهيئة الحشد وجاي تغطى على هذا الموضوع. وتشوف لا مراجع ولا معممين ولا رجال دين يخرجون في الجمعة بالخطب وينتقدون هاي الحالة. ينتقدون يقول لك ليش يدعم عاملة أجنبية وإحنا أولادنا شبابنا الخريجين جاي يعانون من نقص الوظائف وعدم توظيفهم. نعم، أنا أشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشاهدين الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير، من بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم بشأن أزمة البطالة في العراق وتصدر العراق قائمة الدول العربية وثالث دولة على مستوى العالم بنسبة البطالة المرتفعة. ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم بشأن تصدر العراق قائمة الدول العربية كأول دولة عربية بنسبة البطالة المرتفعة وثالث دولة على مستوى العالم كما قلنا بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا. نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، لفتح فرص عمل في أي بلد يجب توفر البنية لذلك. أول شيء الأمن، لأنه رأس المال بصورة عامة جبان، ونظرا لانعدام الأمن في العراق ووجود الميليشيات والعصابات المنفلتة والسلاح المنفلت وثقافة الكلاشينكوف، لذلك لا تجد أحد من يعني مستثمر خارجي ممكن أن يجي بالعراق يستثمر، هذا أولا. الشيء الآخر، الناس اللي مسلطة بالعراق واللي لديهم رؤوس أموال لا يفكرون بفتح فرص عمل، ولكن يفكرون بالكسب السريع عن طريق الرشاوة وعن طريق العمولات وعن طريق وعن طريق. الأمر الثالث، هم يحاولوا دائما أن يستخدموا النظرية التي قدمها ميكاسيلي في كتابه الأمير، التي تقول مع احترام الشديد للشعب العراقي، أهلنا وأخوتنا وتاجراتنا أجلكم الله، جوع كلبك يتبعك. يحاولون استخدام هذه السياسة مع الشعب العراقي ومع أبطال الشعب العراقي لغرض انتخابهم مرة بعد أخرى. هؤلاء مقاولي تفليش كما قال المحمود المشهداني، وليسوا مقاولي بناء. لا توجد لديهم ثقافة لبناء بلد، فمن أين يأتي الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة؟ العامل الأجنبي البنغالي والباكستاني والهندي ومن أفريقيا من أثيوبيا يأتي برأس ما يعني
راتب معين ويؤدي كل ما مطلوب منه. مع الأسف احنا شبابنا ايضا كل دول العالم هكذا دائما يحاول ان يعني يبحث عن راتب ممتاز وشغل قليل وعلى مكتب وتكييف. يعني هذا الموضوع هذا جميل. السؤال هذا السؤال اللي طرحته على حضرتك لما قبل يعني نعاود الاتصال بك او قبل لا اقول لك على هاي الجزئية بشأن مشكلة الاتصال، انه اليس من حق الشاب العراقي ان يطالب براتب واجر مرتفع؟ هو يعيش في بلد غني، بلد نفطي، ومقارنة كما قلنا بدول خليجية محيطة بنا نسبة الأجور مرتفعة لأنها بلدان غنية. ليش المواطن العراقي تصير عليه ثقيلة أو تصير على البعض أنه صعب أنه أقتنع أنه المواطن العراقي يجب أن يحصل على أجر عالي؟ أليس هذا حق مشروع؟ أخي هذا حق مشروع، ولكن لا تنسى أن ميزانية البلد تقريبا 70 أو 80% منها تروح للرواتب. نعم. التي أرهقت الميزانية. رفحاء والشهداء 3 ملايين والمسجونين السياسيين 3 ملايين وأساليب مختلفة للسرقة، فمن أين يعني الآن عندما يريدون يعينون 10,000 معلم أو مدرس من وين يصرفون فلوس؟ أخي مشكلتنا هناك أكو سوء إدارة مالية في العراق. نعم. وموجود أيضا يعني رعاية للفساد والفاسدين من جهات متنفذة في العراق. وموجود قلة وعي لدى الشباب ولدى الشعب العراقي بصورة عامة. طيب. أخي هذا الأمر لا يحله جنابك أو أنا. صحيح يعني، ولكن نحن نتناقش لنصل إلى أو لنضع النقاط على الحروف أو نشخص مواطن الخلل الموجودة بالنسبة لارتفاع مستويات البطالة والأزمة بشكل عام في العراق. أنا أشكر حضرتك سيد أحمد من ألمانيا، وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.